أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير في أحسن الأحوال. رانا متواجدين في حديقة الحيوانات البارك أنيمالي اللي يبعد على ولاية جيجل ب 13 كيلومتر. يعني درنا برنامج ماشي كل يوم البحر البحر، لا بدلنا قلنا نديرو ان بروغرام، يعني يوم بحر ويوم نكتشفوا مناطق. وقلت لكم المكان اللي نروح له نديكم معايا. اذا هنا رانا متواجدين تكم في الحديقه، وناس راهم هنا يجوا قاعد يجولوا ما شاء الله. يعني واحد يكتشف كل مره يكتشف، وصدقوني يعني بلادنا فيها مناظر طبيعيه خلابه. يعني من الاسف اننا نخلو هاد المناظر ونروحوا لاماكن اخرى، الوغ كو لازم نبداو. دونك هنا كاين بعض الحيوانات جايه في غابه. هاد الحاجه المليحه فيها سيكو جايه في غابه ودايرين دي زانيمو حيوانات. هنا غي مسامبل تيس المناظر، الناس قاعدين يجيبوا فطورهم يجيبوا. هذه الحفلة وإن شاء الله حفلة طيبة ومتابعة طيبة. شكرا.
الله خلق الله روعة، آية في الجمال، شوفوا آية في الجمال سبحان الله في خلقه، يعني يتباهى بواحد الطريقة عندي غير يدير في عرض ديفيلي، عندي ديفيلي طبيعي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، روعة روعة روعة، شوف 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 ما شاء الله، يعني الإنسان يبدع ما يبدعش كما الخلق، لا يبدع مثل الخالق، شوف الخالق شي يبدع سبحانه سبحانه وتعالى، لو كان يفتحوا هادو إن شاء الله يزيدوا يفتحوا لنا واحد أخرين، الله أكبر. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، أنا يعني قليل وين تشوف الطاووس يفتح هكا بهذه الطريقة، خلاص خلاص هي خلاص هي. أعزائي المشاهدين صباح النور والياسمين، إن شاء الله تكونوا بخير، رانا دائما في جو العطلة وأيام العطلة في ولاية جيجل، ديتكم البارح رحنا للحديقه العموميه ومن بعد رحنا لافوار، لافوار ما كانش حاجه كان يعني كبيره باش نصور، واليوم ان شاء الله عندنا وجهه اخرى رايحين نروحوا نكتشفوا مناطق اخرى يعني معروفه بها جيجل. اليوم انا الصباح متفقت بكري، راني نوض بكري من طبيعي ما نديش لاكراس ماتيني، مانيش عارف علاش حاولت باش ندير لاكراس ماتيني مي ما قدرتش، انا الزوج والابناء تاعي راهم عاد راكدين على هذيك النهضره بشويه، دونك انايا دائما مع القهوه تاعي نستمتع بالقهوه تاعي اون اتوندون ينوضوا يفيقوا ويلبسوا ونروحوا للوجهه اللي غادي نديكم معايا، دونك ما تروحوش بعيد وقعدوا معايا باش تكتشفوا هذه المنطقه. اعزائي المشاهدين عزيزاتي المتابعات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم درنا يعني بروغرام باش نروحوا لبلديه سيدي عبد العزيز، شاطئ عبد العزيز، الشاطئ المركزي لبلديه سيدي عبد العزيز، ولكن البروبليم لقينا البحر يعني مهلك بزاف، دونك ما قدرناش نضلوش رايحين نقعدوا فيه بزاف، ويعني مليء للغايه مملوء بالناس. هنايا نوريكم على الاقل البحر مليح بزاف، تقريبا ممنوع السباحة، دونك شوية اليوم شغل تعكر الجو تاع اليوم، بما ان كنا دايرين بروغرام نقعدو توت لا جورني فيه، ولكن معليش كل حاجة بالمكتوب، دونك راه مهلك بزاف بزاف ومنقدروش عمر نحاول باش نوقف. هنا راه الأمواج راه بزاف، دونك واحد ما يخاطرش مع الأبناء تاعنا، ما خليناهمش يدخلوا للسباحة، إنسان يقرا حضره مع ثاني ساتر الواقعة تاع جيجل اللي هي فاتوا ماتوا فيها خمسة، يعني واحد التهور يعني الله يرحمهم، والمشكله سي كو صغار اطفال صغار 11 سنه 13 سنه راحوا ضحيه التهور تاع السائق اللي كان يلعب يعني بالسياره ودخلوا في سمي المارك، الله يرحمهم الله يرحمهم، ونتمنى وتكون اخر مره وتكون درس للشباب كي يبغوا يحتفلوا بهدوء، دونك هنا على هذيك حنا ثاني ما خليناش ولادنا ما يتهوروش وما يدخلوش للسباحه لانها بكل صراحه ممنوعه، دونك هذا هو الشاطئ يعني مليح، شاطئ مليح عبد السيدي عبد العزيز ومعروف، كاينه نظن هنا كذلك كاين جزيره، كاينه جزيره راهي ليها، دونك هذا هو شاطئ سيدي عبد العزيز. الطريق هذا كاين طريق الميليا ومن ميليا تخرج في سكيدا وقسنطينه، كاينه طريق منها اللي توصل لولايه قسنطينه،
الله.